بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. باسم عائلة المرحوم السيد كريم البطاط نرحب بجميع الأخوة الحاضرين الذين شاركونا في حفل زواج أخينا وأخوكم سيد زين العابدين البطاط، وإن شاء الله الله يوفقنا ونخدمكم بأعراسكم. إمام الزوج يتزوج والمتزوج هم يتزوج مرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. كما لا يفوتني أن أقدم جزيل الشكر والامتنان للسادة المشايخ الحاضرين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سماحة السيد جعفر الناجي، الشيخ علي النيسي وجميع الأخوة. وكما أقدم الشكر، بس أرجو الانتباه رحم الله والديكم جزاكم الله ألف خير الجزاء. كما أقدم الشكر لأصحاب الفضل علينا الذين لولاهم لما كان هذا الحفل ولما كنا على قيد الحياة. وكما قال سماحة المرجع السيد السيستاني، لولاهم لسبيت نساؤنا، ألا وهم المرجعية الرشيدة وحشدنا الشعبي المقدس والقوات المسلحة وشهداءنا الأبرار تضحياتهم سواعدهم البطلة. ونذكر اليوم أخواننا الشهيدين السعيدين، الشهيد أمجد أبو حميدة رحمة الله عليه، والشهيد حسن صخي رحمة الله عليهم. صحيح هم ما موجودين ولكن موجودين في قلوبنا، وهذا عهد إن شاء الله ما ننساهم إلى أبد الآبدين. فإلى أرواحهم وأرواح جميع الشهداء وأرواح عماتكم نهدي لهم ثواب الفاتحة وقوفا تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم أحسنتم جزاكم الله خير، بارك الله بكم.